معكم الدكتور رامي الأتات، استشاري المخ والأعصاب في مستشفى المواساة الجديد. قسم المخ والأعصاب في مستشفى المواساة الجديد يعد ويعتبر قسما متكامل يتابع التقنيات المتطورة الحديثة لتشخيص وعلاج أمراض المخ والأعصاب. على سبيل المثال منها داء الصرع، الصداع النصفي، التصلب اللويحي، الجلطات الدماغية، الألزهايمر، الباركنسون، وأيضا حالات التوتر والكآبة. So we can help with all kind of neurological disorder. We use the latest diagnostic method in this center, including EEG. We use EMG and nerve conduction studies, as well as TDCS for some certain disorders. Also, we use pseudoscan for neuropathy. ومن الخدمات نحن نقدمها لا مرضانا هي إعطاء حقن البوتوكس لحالات المسل سبيسيسيتي، أي تقلص العضلات للأشخاص اللي عندهم على سبيل المثال أمراض الجلطات الدماغية وتصلب اللويحي بمساعدة صور الصوتية اللي هي الألترا ساوند. In these centers we have best MRI and radiology methods for neurological disorders diagnosis. So we would advise you to come to our center and get the best care. ونحن بالقسم دائما جاهزين لخدمتكم لنقدم الأفضل لمرضانا، ونحن دائما بخدمتكم وإن شاء الله بندعي لكم دائما بالشفاء للجميع.